السلام عليكم أيها المشاهدين الكرام، ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الذي أختصه لكم كيفية رتق الأذنين. الأذنين لكيفية رتق الأذنين أقوم بوضع المخطاف في هذا الطرف، ثم آخذ إبرة وخيط على واحد، أقوم بوضع عقدة. هذه العقدة التي أقوم بتثبيت الخيط جيدا، ثم أقوم بالغرزة الأولى والثانية حتى أقوم بترتيق الأذنين. إذا لترتيق الأذنين بهذا الشكل، كل غرزة تتابع غرزة من المكان الذي تخرج منه الإبرة، أرجع بنفس المكان، ليس بهذه الطريقة، مثلا هكذا، مثلا هكذا ثم هكذا، لا، بهذه الطريقة هكذا. بعدها هكذا ثم هكذا. إذا مشاهدين كما تشاهدون معي، هذا هو رتق الأذنين. ها هو. فكثير من المحترفين الذين يقومون بترتيق الأذنين فيستغرقون مدة 10 دقائق، فهذه المدة كافية. أما 5 دقائق أو 4 دقائق فهذه ليست عمل جيد، بل هو يعني عمل ناقص، ضعيف، عمل ضعيف القيمة. فهذه عمل جيد يستغرق 10 دقائق أو 8 دقائق. بعد وصولنا إلى طرف العقدة أو السلسلة أو مثلا تخريصة نصف طوق أو التخريصة المملوءة بالعقيق، أقوم بهذه الطريقة، أقوم ب ب أقوم بطوي الثوب أو الجلابة بهذه الطريقة. إذا أيها الإخوة المشاهدين، لا أواصل عمل إذا كان هذا طويل إلى هنا أو هنا، لا أواصل عملية الغرزة حتى يكتمل، لا، حده 3 سنتيمترات أو 4 سنتيمترات، وأضرب بالمقص. إذا هذا هو الأذن الأول. فرتق الأذنين فهو يقوم بعد إنهاء الهبطة، يعني بعد لصق العقاد في الهبطة أو السلسلة أو العقيق أو اللوية مثلا. بعدها، بعد جمع الطرفين الأيسر والأيمن، بعدها أقوم بترتيق الأذنين، فهم في نهاية الخياطة. هناك من يقوم بترتيقهم في نهاية العمل، يعني بعد ما يقوم بالعتفة وكل ذلك، فالأذنين فهم في نهاية الخياطة. هذا هو العمل الصحيح. أما المحترفين الذين يقومون برتق الأذنين في الأول أو في الوسط، فهذا عمل غير مناسب.
إذا أيها الأحباب، أنتقل إلى الطرف التالي. فأقوم بنفس العملية بهذه الطريقة. إذا كان خطأ صغير مثل هذا، أقوم بهذه الطريقة، يعني أقوم بجعله مائل جد قليل، ثم أقوم بترتيقه بالخيط على واحد. إذا أيها المشاهدين، أقوم بنفس العملية التي قمت بها سابقا. بعد وصولنا لهذا الانطلاق، العقدة أو السلسلة، فأقوم بطوي الجلابة، أقوم بعمل في داخل الجلابة، فهذا العمل يكون أحسن. يصعب علينا أن نعمل دائما في الواجهة، وهو مثلا هكذا أعمل في الواجهة. كيف أستطيع أن أعمل في الواجهة والأذن فهو في الداخل؟ إذا هكذا يكون عملية سهلة. إذا بعد مماثلة الطرفين، يعني جاءوا بنفس القياس، أقوم بتقطيع هذا الطرف هكذا، ثم أقوم برتقه جيدا. إذا المشاهدين الكرام، وصلنا إلى نهاية الفيديو، وشكرا لكم على المتابعة، وأتمنى أن هذا الاقتراح أعجبكم. مشاهدين، لا تنسونا بالإعجاب والاشتراك في القناة، وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء ومع فيديو آخر إن شاء الله.